السلام عليكم أبنائي طلبة المرحلة الأولى قسم علوم الحاسوب. نكمل الجزء الثاني من محاضرتنا الثالثة اللي هي بعنوان كودز أند جيتس. شرحنا بالمحاضرة السابقة الكودات، وشرحنا بوابتين هي النوت جيت والأند جيت. البوابة الثالثة اللي راح نشرحها الآن هي الناند جيت. شوف لو تشوفون هي من جزئين، الأن والأند. الاند اخذ درسناه سابقا، الان معناها نوت اند، اي عكس الاند جيت. ترسم هي بهذا الشكل نفس بوابة الاند، ولكن مضاف لها في مقدمة القوس مضاف لها دائرة صغيرة نسميها بابل. ايضا هذا الجيت ممكن ان يتحمل انبوت اشارتين او اكثر، والاوتبوت ايضا واحد. عملية كتابة المعادلة الرياضية لهذه البوابة، عندنا الاوتبوت الواي يساوي حاصل ضرب المداخل ولكن فوقها بار. بار معناها عكس الاند، الاند اي بي، الناند هو بار تعكسها. فلو تلاحظون احنا اخذنا بالجدول الحقيقة، اذا كان عندي 3 inputs بالاند جيت، كان الاوتبوت ينطيني كل هالصفارة بس لما المداخل كلها تصير واحد يعطيني واحد. هنا أنا بالعكس، لما المداخل كلها واحد ينطيني صفر، باقي الاحتمالات ينطيني واحد. يعني مجرد الاشارات الداخلة للجيت كلها تصير قيمها واحد ينطيني اوتبوت صفر، غير احتمالات ينطيني واحد. هنا ايضا لو تلاحظون الـ 3 inputs معناها حاصل ضرب ثلاث مداخل اي وبي سي وفوقها بار. هذه هو المعادلة للناند جيت. جدول الحقيقة لمدخلين اي وبي، لو تلاحظ هنا نشوف الاوتبوت ايضا عندما تكون المداخل اثنينها اي وبي واحد ينطيني صفر، باقي الاحتمالات تغيرات المداخل ينطيني قيمة واحد. هنا هذا الناند جيت ايضا متوفر بالسوق على شكل اي سي رقم 7400 بي 4 ناند جيت ثنائية المدخل. واضح؟ يعني من تشتري بالسوق تشتري اي سي بي 4 ناند جيت. شباب نجي الى المدخل الرابع اللي نسميه اور جيت. الاور هو معناها او يعني الجيت يرسم بالشكل التالي، يرسم قوس اليسار وقوسين تلتقي بحيث يصير الجيت مدبب بهذا الشكل. هذا هو الرسم او السيمبل مال الجيت. الاور جيت ايضا ممكن ان يتحمل مدخلين تو انبوتس او اكثر، والى ايضا اوتبوت واحد. في هذه الحالة عندنا المدخل A input A و input B، فالمعادلة الرياضية للأوتبوت تساوينا Y تساوينا A زائد B. شباب تعرفوها من الأور جيت A أو B، يعني A or B. هنا أنا ممكن أن A زائد B تكتب A زائد B بهالشكل، أو تكتب B زائد A، اثنيناتهم نفس المعنى. جدول الحقيقة لهذا الجيت، شباب الجيت هذا ينطيني اوتبوت قيمته هاي سيجنال واحد في حالة اي من المداخل بقيمة واحد. اذا اي بقيمة واحد ينطيني واحد بغض النظر عن البي، بي قيمته واحد بغض النظر عن الاي ينطيني واي واحد. معناها هنا جدول الحقيقة لو تشوفون في حالة واحدة ينطيني الاوتبوت صفر لما الانبوت كلها صفارة، اما باقي الاحتمالات هذا البي واحد ينطيني واحد، الاي هنا واحد ينطيني واحد بغض النظر عن قيمة العنصر او المدخل الاخر، اثنينهم واحدات ايضا ينطيني واحد. هذا هو الاور جيت. اذا كان عندي 3 انبوتس ايضا مجرد ثلاث انبوتات ثلاث مداخل تصير صفارة ينطيني اوتبوت صفر، غير احتمالات كلها ينطيني واحد. فلذلك نسميه من اسمه او، يعني المدخل A او B او C او D
اي واحد من عندهم يساوي واحد هيك احفظه، اي واحد يساوي واحد راح يعطيني اوتبوت واحد. شباب الاور جيت يتمثل بالدائره الكهربائيه كالاتي، اذا عندي هنا مصدر تغذيه وعندي هنا مصباح اريد اشغله، اني من هنا فاتح قناتين متوازيه، كل قناه حاط بها سويتش مفتاح. اذا هذا اذا المفاتيح اثنينها مفتوحه، يعني هنا اللو سيجنال صفر ما يعبر تيار، فنشوف هنا من مصدر التغذيه تيار ما يعبر، هذا مفتوح وهذا مفتوح، فالمصباح ما يشتغل. شو وقت يشتغل المصباح؟ المصباح يشتغل اذا اني هذا السويتش الاول اي قفلته، راح يعبر التيار ويضوي لنا المصباح بغض النظر عن السويتش الثاني مفتوح لو مغلق. اذا كان هذا المفتاح بي مغلق وهذا مفتوح ايضا راح يعبر التيار عن طريق هذا المفتاح ويروح يضوي لنا المصباح. فاذا اي مصباح من هذا ينقفل يغلق راح يشتغل المصباح، او اثنينهم اذا يغلقان ايضا يشتغل المصباح. المصباح يطفى في حاله واحده اذا كانت المفاتيح اثنيناتهم مفتوحه تقطع الدائره الكهربائيه. بالسوق متوفر مثلا الاي سي رقم 7432، هذا ايضا ب 4 جيتات، كل جيت يتحمل مدخلين نسميه تو انبوت اور جيت، متوفر ايضا على شكل اي سي. شباب اكو مثلا معادله بها اكس يساوي لنا اي زائد بي زائد سي زائد دي زائد اي زائد اف زائد جي. اذا عندنا احنا بوابه اور تتحمل هاي سبعة انبوت، فراح يصير بوابه واحده جيت وسبعه انبوت. بس اذا انا عندي تو انبوت اور جيت، يعني انا عندي جيت يتحمل مدخلين فقط، فشو اسوي؟ اخذ حتى نفذ هذه المعادله ابنيها، اخذ الاي بي اي زائد بي الوحده اركبه على جيت معين، الاي والبي راح ينطيني اوتبوت بالاور جيت اي زائد بي. اخذ السي والدي ايضا ادخله على جيت اور جيت مستقل، هنا سي ودي راح ينطيني سي زائد دي. وعندي الاي زائد اف ايضا ادخله على الاي والاف على اور جيت مستقل ينطيني اي زائد اف. وعندي هذا الواحد الجي ابقي واحد. شوفوا هنا عندي تو انبوت صارت اي زائد بي وسي زائد دي، ايضا اقدر ادخلها على اور جيت مستقل راح تعطيني اي زائد بي زائد سي زائد دي. هنا أنا عندي انبوت اي زائد اف وعندي انبوت جي لوحده، فاذا ادخلها على اور جيت تعطيني اي زائد اف زائد جي، ايضا هنا صار عندي تو انبوتس، وهذا واحد وهذا واحد، استخدم اور جيت واحد يجمع لي اياهم كلهم، واضح؟ فهنا امكانيه المناوره. اذا عندي مثلا اور جيت 3 يتحمل 3 انبوت، فراح اجمع اي وبي وسي ثلاث مداخل لكل جيت، وهكذا عندنا مرونه في استخدام الجيت حسب تصميمه. شباب شلون يشتغل هذا عن طريق الاشارات الكهربائيه وعن طريق النبضات؟ احنا شرحنا بالبدايه بانه الاشاره الرقميه اما تكون هاي او لو، اذا كانت لو يعني صفر واذا كانت هاي يعني واحد، ما عندنا غير خيار، يعني مو متناوب التيار هو ثابت. وهاي النبضه تستمر لفتره معينه، مثلا هذا اي، شوف من هنا الى هنا هو قيمته صفر، من هنا يصعد الى قيمه الهاي الواحد ويستمر على قيمه واحد الى هاي الفترة. شوفوا هاي الفترة هي قيمة الإشارة واحد، بعدين عندنا قيمة صفر يستمر طيلة هاي الفترة من تي 2 إلى تي 5، بعدين أيضا يصعد إلى قيمة العليا الواحد وهكذا ينزل. شوف فالإشارة أي، الإشارة أي هي pulse signal، لكن الهاي سيجنال مالتها تختلف مواقعها عن البي سيجنال. هاي الاي والبي راح تدخل على الاور جيت وراح نشوف شلون راح تطلع لنا شكل الاوتبوت. شوفوا
منا إلى تي واحد، إلى هذا التي واحد، عندنا الـ input A والـ input B هو قيمته صفر، فلذلك الـ output قيمته صفر بالأور جيت. في هذه اللحظة الـ A signal يصير قيمته واحد، والـ B signal يصير قيمته واحد، لحد خلينا نقول هاي النقطة. فإذا اثنينهم واحد بالأور جيت ينطينا output واحد، شوف هذا اعطانا الـ output صعد إلى هنا. هنا بهاي النقطة الـ input اي نزل الى الصفر، ولكن البي بعد واحد، فاذا بي واحد والاي صفر ايضا يستمر يعطينا الجيت يعطينا قيمة واحد. لغاية هذه النقطة نشوف البي يصير صفر، والاي هنا اصلا صفر، فصارت الاشارتين صفر بصفر، الاور جيت يعطينا قيمة صفر، فشوف هذا الخط يستمر قيمة صفر الى ان تظهر اشارة واحد من ال تو inputs يظهر واحد، اللي هي بهاي النقطة شوف بالتايم تي 5 ظهر الـ A قيمته واحد والـ B صفر، إذا الـ output مال الـ gate أيضا صعد للواحد، وهكذا ما طول هذه عندي واحد استمر إلى هنا بغض النظر عن الـ B صفر بواحد. في هذه النقطة الإشارتين الـ A والـ B صاراً صفر، فنشوف الإشارة الـ Y أيضا نزلت إلى الصفر. هكذا تعمل البوابات عن طريق التغذيات الكهربائية الثابتة الـ DC voltage بإشارة الـ high signal يعني واحد، الـ low signal يعني zero voltage معناها صفر. شباب راح نشوف الـ gate الخامس اللي اسمه NOR، هو أيضا مفهومه NOT OR، يعني شلون كان يشتغل الـ OR gate هذا راح يشتغل عكسه، يرمز بهذه الطريقة عينا مثل الأور، ولكن أيضا الببل هنا، هاي الببل علامة النوت، علامة عكس الإشارة، يعني وراء بدونها هو أور، من خليناها افتهمنا هذا راح يقلب الإشارة. بالأور جيت قلنا ينطينا الأوتبوت، الأوتبوت بالأور جيت الأوتبوت مالته يعطينا صفر بس في حالة الإنبوت صفارة، الباقي ينطيني واحد. هنا أنا بالعكس، إذا الإنبوت صفارة ينطيني واحد، غير احتمالات كلها ينطيني صفر، إذا كانت 2 inputs وإذا كان 3 inputs. تلاحظون ثري inputs هنا أنا شباب، لو تلاحظون المعادلة مال النور جيت هي عبارة عن حاصل جمع الانبوتس، ولكن فوقها بار خط، هذا البار مثل ما ذكرنا هو مقلوب الإشارة مال الـ A زائد B زائد C، إذا كان 2 inputs هم يصير Y، A زائد B بار، واضح شباب؟ فهذا هو الجيت الخامس. أكو جيتين أخرى، طبعا شباب هنا نسيت أن أذكر حالة النور جيت ايضا ممكن ان يكون 2 inputs واكثر حسب ما مصمم الجيت. الجيتين الباقية اللي هن خاصات نسميهن explosive functions XOR و XNOR gate، هذن الجيتين البوابتين هذن ما يتحملن input غير بس اثنين، يعني يشتغلن 2 inputs فقط والoutput واحد، واضح؟ الأول جيت الـ XOR جيت يرسم بهذا الشكل مثل الـ OR جيت بس قدامه قوس، شوفون هذا القوس اللي قدامه نفس الـ OR جيت بس اللي قدامه قوس، قلنا 2 inputs only، فلذلك جدول الحقيقة هذا شو يشتغل؟ متى ما اختلفت قيم الـ inputs ينطينا واحد، اختلفت القيم، فتشوفون اختلفت الـ A 0 والـ B 1 والـ A 1 والـ B 0 اثنينات هنا انطينا قيمة output 1 أي high voltage، إذا اختلفن الإشارات ينطينا output 0. هذا هو الجيت. المعادلة الرياضية لهذه البوابة هي A زائد ببطن دائرة صغيرة B، تقرأ A XOR
هذا اكس اور بي، واضح؟ هذه حقيقة ايضا يتواجد بالسوق عن طريق اي سيات، حالة حال البوابات القديمة، مثلا عندنا الاي سي 7486 عند 4 اكس اور، هو ايضا 2 انبوتس موجود بالسوق. شباب هنا أنا البوابة السابعة اللي هي اكس نور جيت، لو تلاحظون نفس الاكس اور بس يرجع هذا الببل هو الموجود هنا أنا. اي يشتغل عكس الاكس اور، الاكس اور كان يعطينا الاوتبوت واحد لما الانبوتس مختلفات، هنا بالعكس ينطينا الاوتبوت واحد لما الانبوتس متشابهات، يشابهن اما يكون صفارة واما يكون واحد، واضح؟ فينطينا من يختلفن ينطينا صفر. هذا يكتب هنا شباب، يكتب بالعبارة هنا حقيقة اكو دائرة صغيرة مفقودة صراحة، اخليها هذه راح تصير هذه الدائرة خليتها هسه تقرأ اي اكس نور بي، ليش؟ لان اكو بار فوقها، واضح؟ هذا البار هو فوقها، هذيك الاكس اور بدون بار، هذا البار فوقها. شباب هذه اذا اريد مثلا الاكس اور جيت اريد ارسمه عن طريق بوابات اخرى، واضح؟ انا ايش عندي الاكس اور جيت؟ عندي وكالة كان الاشارات مختلفة، شوف هذا الاي واحد البي بار يعني صفر، واحد صفر، او الاي بار يعني الاي صفر والبي واحد ايضا يعطيني قيمة واحد. اذا هذا الاي بي بار هو عبارة عن AND gate ولكن إشارة البي مقلوبة، فإذا جيت رسمت الAND gate هنا ودخلت الأي input واحد والبي أعبر عن طريق الانفيرتر فيصير البي بار، أخذنا إحنا الانفيرتر شلون يقلب البي، فراح يصير عندي أي حاصل ضرب أي بي بار. نفس الشيء هذا الحد الثاني الأي هذا راح ادخله بالانفيرتر، فهنا أنا راح يصير اي بار، وعندي البي فالاوتبوت راح يصير اي بار بي. هذني ما طول بيناتهم علامه زائد، اذا الزائد يعني ان الاور جيت، فاذا اثنينهم ادخلهم بالاور جيت ينطيني الاوتبوت واي. هذا اذا اريد ارسم اني الاور جيت عن طريق بوابات اخرى، لو تلاحظون شوف اني هذا هو الاور جيت، قلنا بوابه جاهزه بالسوق كامل، ولكن هنا انا شوف استخدمت بوابتين اند جيت، بوابتين نود جيت، وبوابه واحده اور، يعني خمس بوابات يلا حقق لي غايه الاكس اور. اذا اريد ارسم الاكس نور جيت، الاكس نور جيت المعادله مالته هي اي بي زائد اي بي كل بار، يعني اما الاي بي وحدات واما الاي والبي مقلوبهن صفر، واضح؟ صفر. فشلون نرسمهن؟ عندنا ايضا بوابتين اند جيت، اول انبوت اي وثاني انبوت اي ندخلهم على انفرتر راح يصيرون اي بي بار، واضح؟ او هنا أنا استخدم نان جيت، هذا اي بي فاثنينهم يجمعهم الاور جيت، هنا أنا راح يصير عندي دائره مكافئه للاكس اور جيت. شباب لهنا أنا أنهي محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نستمر وياكم في محاضرات لاحقة، نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا.